أنشطة الملك الرسمية خلال سنة 2022. 10 يناير الملك محمد السادس يصدر عفوه عن 637 شخصا بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. 17 يناير الملك يستقبل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط والأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس. في نفس اليوم يستقبل الملك بالرباط عددا من السفراء الأجانب. 27 يناير الملك يترأس بإقليم بن سليمان حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19. 9 فبراير الملك يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة. 16 فبراير الملك يترأس ببوذنيقة جلسة عمله خصصت لميثاق الجديد للاستثمار. وفي نفس اليوم يستقبل الملك كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد صديقي لدراسة سبل دعم الفلاحين بسبب الجفاف. 5 أبريل الملك يشرف برباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية رمضان 1443. 7 أبريل الملك يقيم مأدبة إفطار بسلة على شرف بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. 9 أبريل 2022 الملك يقيم مأدبة إفطار بسلا على شرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 12 أبريل الملك يزور ضريح محمد الخامس للترحم على روح جده المغفور له. 28 أبريل الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة. 1 ماي الملك يزور عفوا عن 958 شخصا بمناسبة عيد الفطر. 2 ماي الملك يؤدي صلاة عيد الفطر. 5 ماي الملك يعطي بالرباط أشغال إنجاز المستشفى جديد ابن سينا بقدرة استيعابية تفوق 1000 سرير. 14 مايو الملك القائد الأعلى للجيش يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية. 21 يونيو الملك يوافق على تعيين 3 أعضاء جدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. 9 يوليو الملك يصدر العفو عن 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى. 10 يوليو الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى. 13 يوليو الملك يترأس برباط مجلسا وزاريا. وفي نفس المجلس الوزاري الملك يعين كل من خالي السفير مديرا عام للصندوق الإذاعي والتدبير، عبد اللطيف زغنون مديرا عام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، نور الدين بوطيب رئيسا لمجلس إدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، عبد الرحيم هومي مديرا عام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، علي صديق مديرا عام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. 14 يوليو الملك يعطي تعليمته لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبركس بسلا. 29 يوليو الملك يصدر عفوه عن 1769 شخصا بمناسبة عيد العرش. 30 يوليو الملك يوجه خطابا الى الأمة بمناسبة عيد العرش. وفي نفس اليوم يستقبل الملك بالرباط عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضع الاقتصادي برسم سنة 2021. وبصفته القائد الأعلى للجيش استقبل الملك بالرباط المفتش العام للجيش الذي قدم للملك خلاصات ونتائج أشغال لجنة ترقية أفراد القوات المسلحة الملكية الضباط وغير الضباط. 19 أغسطس الملك يصدر عفوه عن 542 شخصا بمناسبة ثورة الملك والشعب. 20 أغسطس الملك يوجه خطابا للأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وفي نفس اليوم أصدر الملك عفوه عن 588 شخصا بمناسبة عيد الشباب. 8 أكتوبر الملك يترأس بمجلس حسان بالرباط حفلا دينيا إحياء ليلة المولد النبوي. وفي نفس اليوم أصدر الملك عفوه عن 672 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي. 14 أكتوبر 2022 الملك يترأس افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.